الشوارع كلها بنفس الشكل وبنفس النمط. عربي 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 مرحبا مرحبا. عارفني عربي وكله بيفصصها بايده. يو هاف لاسي 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 اللي انا اكلتها دي جبنه، دي اسمها الكاشوري، والفلفل المحشي بطاطس. مدينه من اجمل المدن اللي ممكن تزورها في الهند، تحفه معماريه. اخيرا بعد انتظار في زحمه طويله جدا وصلنا في البينك سيتي. المفروض ان احنا جايين نشوف مكانين، هو محل سيتي بالاس. سيتي بالاس ده بقى المفروض ان هو كان مقر حكم جاي سينغ الثاني بعد ما نقل مقر الحكم من القلعه اللي احنا كنا فيها اللي هي امبر فورد للبينك سيتي. لما جه يحكم الولايه عمل حاجه اسمها هو محل. هو معناها هوا بالعربي، محل معناها قصر، فهو محل يعني قصر الهوا. احنا في قلب البينك سيتي، كل المحلات اللي انت شايفها في البينك سيتي دي وكل القصور معموله من حاجتين بس، الطوب الرملي الاحمر والطوب الرملي الوردي. تخيل بقى كده، ده كان قصر لحريم الملك اللي هم الملكات، علشان كانوا يجوا بس يتنفسوا. ده كده متصل بالغرف بتاعتهم في السيتي بالاس الناحيه الثانيه. وزي ما انت شايف كده البينك سيتي زحمه على طول، محلات جلد واكسسوارات. المدينه دي مشهوره بالجلد وبالحرير، فوانت ماشي هتلاقي جلد زي ما انت عايز، وجلد اي حاجه، اي حاجه ما عدا البقر. جلد جمل، جلد ماعز. الشوارع كلها بنفس الشكل وبنفس النمط وبنفس الديزاين المغولي والفارسي والرجبوتي. يعني تخيل انت ده منظر العماره هنا عادي، واللي هناك دي كده محلات عادي جدا. ده المفروض شارع هيدخلنا على السيتي بالاس، فاحنا هندخل وان شاء الله هنلاقيه مفتوح. هيقفل الساعة 6:30، احنا دلوقتي الساعة 6:15، قدامنا ربع ساعة. Yes. Yeah, hello. Yeah. Where are you from? Egypt. Egypt. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. This is City Palace. Yes. It's going to be closed very soon, in 20 minutes. So there is no sense to spend your 700 rupees to go inside. It's very big. It's take 2 hours more than to see. Yeah, I will ask him. ندخل دلوقتي على شباك التذاكر. Ticket office. Ticket office. Office. الجماعة كلهم قفلوا الشبابيك، قفلوا شبابيك التذاكر. هحاول بكرة ندخله واوريكم القصر من جوه شكله عامل ازاي. هو سمع اللغة بتاعتي بيسألني انت منين؟ مش كانتري. يا جس. عربي عربي. عربي. مرحبا. مرحبا. عارفني عربي. يا الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبكنام كياهي. الحمد لله. أمين أمين أمين. أمين. محمد أنور. محمد أنور. أبكنام كياهي. أكرم أكرم خان. أبكنام. سلمان خان. أبكنام كياهي. All Muslim. Ayo, me jaan jaata, tujhe se kabhi bhi dil na lagata. Yeah. आपका नाम क्या है? मोहम्मद रफीक. मोहम्मद रफीक. मिस्र मिस्र मालूम? हाँ मिस्र मालूम. हाँ मिस्र की मम्मी है ना. Yeah. हाँ बहुत खजाना है वहाँ पे. वो मिस्र की मम्मी बनी है ना. अजहर. वाव. محلات الجلد والجزم الجلد منتشرة في كل مكان، أقمشة وجلد بس. الحاجة الوحيدة اللي متميزة فيها البلد هنا. والمدينة بالليل مختلفة خالص عن شكلها الصبح. Yeah. أكرم مستلمني استلامة غريبة بصراحة. أكرم is Muslim. Yeah. He's my brother. He's also Muslim. Yeah. We are all Muslim. We love. We are like Muhammad رسول الله. We are all brother. I'm going to show the kachori place to my brother. He's my brother. Yes. Subhanallah. أنا عايز أقول لكم بقى إن أكرم سكران أصلا وماشي سكران وعمال بيشرب في خمرة. الكاتوري. بص ده جواها إيه؟ قرن فلفل. بريد باكورا. يا بريد باكورا. ميرشي بلا. الباكورا. الباكورا هنا بتتقال على أي حاجة مقلية، فده عيش مقلي. This is alu. This is inside alu. Alu. الو بتاعتك انسايد دال 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 وديس كاتوري. اوكي اوكي. انا مش عارف اتعامل مع اكرم بصراحه. اكرم سكران. اكيدنا دو 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 يا دو يا
Hello, chutney. You want chutney or curry? Spicy and sweet. Chutney. Try this. Curry. Yeah, curry. Curry. كله بيفصصها بإيده. انت بتاكل بقى بالمعلقه الخشب دي كده. دي اسمها الكاشوري. كاتشوري. كاتشوري. واللي جواها ده عدس. دي بقى اسمها الميتشيوالا. الفلفل والفلفل المحشي بطاطس. احنا هنقعد هنا وناكل. الكاتشوري ده بقى مش حلو. بس الميتشي ولا او الميتشي بلا ده بلا جميل يعني ده بلا حلو. تخلص اللي انت بتعمله وتلاقي الدنيا بتمطر. الراجل ده ممكن يبقى عنده لاسي. يو هاف لاسي. لاسي. نعم. هنجرب عند الراجل الجميل ده اللاسي. اللاسي ده المفروض ان هو لبن رايب او لبن مخمر. فاحنا مش عارفين هو لبن ايه الحقيقه بس احنا هنشربه لان هو عجبنا. انا شربته قبل كده بس في حاجات معلبه بس انا اكتشفت ان محلات العصير نفسها بتبيع اللاسي ده فممكن تجيب من عنده لاسي او فالوده. فاحنا دلوقتي هنجرب اللاسي. شوف هو حط اللبن وعليه الايس كريم كله ماشي هنا بالمعلقه الخشب. حط لوز ومكسرات وبتاع. جاب لنا سوس. لاسي. اوكي. لاسي دايتي. اوكي. يلا غادي. هنا بريا. 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 اتشيو. هنا يبيع لك اللاسي لو انت هتشتريه من المحلات او كده هيبيعه لك في بتاع فخار زي كده. بس هي طبعا ايه غرقت من اللي احنا ايه عملناه فيها. او اللي كان بيحطه ده طلع جبنه يعني دي كده جبنه بيحط فيه تفاح مجفف ولوز وحاجات كده. اللي انا اكلتها دي جبنه مش حادقه قوي بس حادقه. ده عباره عن لبن انا وصف ليه ان هو لبن رايب بس هو معمول بطريقه مخليها مختلف يعني تحس ان هو لبن رايب مسكر. يعني حتى شركات الالبان بتعمل المشروب ده في عبوات صغيره كده تشتريها وتشرب منها عادي. خلصنا اللاسي. هي الكوبايه مكسوره بس كان مشروب جميل. كتنا 60. اوكي طلع ب 60. نكمل بقى لف في المدينه. مدينه البنك سيتي العريقه. طول ما انت ماشي هتبص تلاقي بوابات زي كده. بوابات بتدخل للبنك سيتي. ودي بوابه تاني في نفس الحته. احنا ما اتحركناش ولا رحنا في اي حته. دي بوابه ودي اللي هناك بوابه وبعدها كان في بوابه. المدينة كلها لما بتنور بالليل بيبقى ليها شكل مختلف غير الصبح. مع ان انا بحب الصبح اكتر لان الصبح بيبين لون المدينة وبيبين ان هي كلها واحدة يعني قطعة واحدة اكنك دخلت حاجة في ديزني. شايفين يا جماعة الفتحات دي؟ ده فتحات شكلها عامل ازاي؟ زمان في الوقت ده ما كانش فيه عمدان نور كانوا بيشغلوا فيها الشمع او المصابيح اللي معموله بالزيت اللي هي السراج زي ما شفنا في امبرفورد. فهتلاقي الفتحات موجوده ما بين المحلات كتير ولكن هم دلوقتي استغلوها ان هم حطوا بوكسات كهرباء. وانت ماشي هتلاقي في الفتحات دي عدادات كهرباء والناس قفلت عليها بديكور زي كده. انا لفيت ورجعت علشان اصور الحاجات شكلها عامل ازاي بالليل. يعني شوف مثلا هو محل ده بالليل الاضاءه بتاعته بتبقى شكلها عامل ازاي. تحفه معماريه. هما بيقطعوا على الراجل الغلبان ده. انا قلت له 100 هي موجوده على الابلكيشن 100 هما بيقطعوا عليه. كتنا 50 باتشاس باتشاس باتشاس. اوكي يس يس اي نو اي نو اي نو. ايجيبت يو لاف فلسطين. الشوارع كلها منوره كلها منوره. مدينه من اجمل المدن اللي ممكن تزورها في الهند. وبكده يكون خلص فيديو النهارده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. بس كده انا شريف عرفه واشوفكم في مكان جديد.